بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الثاني من محاضرتنا عن النفروتك سندروم، وهنتكلم فيه عن المانجمنت اوف نفروتك سندروم. بنجد ان عندنا التريتمنت بتشمل تو تايبس اوف ميجرز، جنرال ميجرز فور اول كيسز وسبيسيفيك ميجرز فور سيرتن تايب اوف كوزز. اللي حضر منكم الجزء الاول من المحاضره وقلنا ان عندنا فيه برايمري كوزز للجلومير للنفروتك سندروم، وان كذا مثال لها من الجلوميرولونفرايتس الانواع بتاعته، وقلنا ان في سكندري كوزس او سيستيميك كوزس، بدايه قلنا منها الدايبيتس والسيستيمولوكلوباس وارثيماتوزس والاميلودوزس. دي بالتحديد السبيسيفيك برايمري كوزس دي بتحتاج سبيسيفيك تريتمنت. طيب بالنسبه للسكندري كوزس عاده تريتمنت فور زي برايمري ديزيز، يعني لو عندي دايابيتيك نفروباسي وبريزنتنج ويز نفروتك سندروم، هكون التريتمنت بتاعتي عباره عن الجنرال ميجرز اللي هنتكلم عليها ومعاها كنترولنج للبلاد شوجر، لكن ما بديش سبيسيفيك تريتمنت للنفروتك سندروم في الحاله دي. وبالتالي بنقول عندي في جنرال ميجرز فور اول كيسز، بتشمل ايه؟ تشمل دايتري صوديوم ريستريكشن، وده لوجيك لان البيشنت عنده صوديوم اند ووتر ريتنشن. الحاجه الثانيه تشمل دايورتيك تو جيت ريد اوف اول ذا اكسس فلويد. يوجوالي بحتاج لوب دايورتيك زي الفروسامايد، الدوز بتاعتي فروم 40 تو 120 مللي جرام ديلي، ممكن يكون مور ذان ذات. ممكن اعمل كومباينيشن مع دراج زي الامايلورايد، بوتاسيوم ريتيننج دوز 5 مللي جرام ديلي، طبعا لان مع الفروسامايد هيكون في تندنسي تو هايبوكاليميا، لوس من البوتاسيوم مع اليورين. بنجد الحاجه الثانيه بحتاج مونيتورنج للسيرم بوتاسيوم والمغنيزيوم كونسنتريشن، لان زي ما قلنا مع الفروسامايد في لوس للبوتاسيوم والمغنيزيوم وبحتاج اعمل ريبليسمنت له. في هنا عندي مشكله خاصه بالنفروتوك سندروم بيشنت، ان عندهم تندنسي تو مال ابزوربشن للدايروتكس. الميكانيزم ان مع الجنراليزد اديما بيبقى في اديما في الانتستاينال وولز امبيرنج الابزوربشن اوف ذا دايروتك، وبالتالي بحتاج هنا مع وجود الميكوزا الاديما دي ان انا ادي هاير دوز من الدايروتك، وقد اضطر ان انا انقل من الاورال دايروتك للاي في على اساس ان هي نوت افكتد باي الانتستينال ابسوربشن. ده اللي بيوجد لي اللي انا بقول عليه دايوريتيك ريزيستنس، في مقاومه للدايوريتكس. هي مش مساله مقاومه، هي مساله ان في صعوبه في امتصاصه، وبالتالي بنجد ان ده مرتبط بشيء ثاني غير المال ابسوربشن، هو ان الفكره فيه ان الدايوريتكس سبيشالي اللوب دايوريتكس زي الفروسامايد والجلوتاميتانايد acting on the renal tubule and must be protein bound to be effective. معنى ايه؟ معناه ان دراج زي اللازكس او الفروسامايد بيحتاج انه يبقى carried on albumin to be effective to reach التوبيول. طب انا عندي فيه هايبو البومينيميا، وبالتالي will not be carried on the albumin و it will not be effective. ده جزء من اللي هيديني الدايوريتك ريزيستنس. وبيترتب على ده انا ممكن احتاج هاير دوزز من الفروسامايد. حاجه ثانيه بقى ممكن احتاج ان انا ادي غير ان ادي اي في، ادي معاه البومين تو ريز السيرم البومين ات ذا تايم اوف اكشن اوف ذا فروسامايد. طبعا لما بعمل دايوريسيس بحاول ان انا او الجو سلو او الجو جراديوال، بيبقى عندي كنترول على الاماونت اوف دايوريسيس الانديوزد بالدراج، بعتمد على البودي ويت. الهدف بتاعي بيبقى عندي لوس البودي ويت بتوين 1 اند 2 كي جي بير داي، ما زدتش عن كده لسبب ان لو في اكسس دايوريسيس كان اندوز مور هايبوفوليميا تو ذا بيشنت اند امبيرمنت للكدني فانكشن. طيب الدوز اللي انا هديها قد ايه؟ عاده بدي الفروسامايد او اللازكس
40 مللي جرام ممكن توايز ديلي، يعني هيبقى 80 مللي جرام يوميا. وبعد كده ببتدي اعمل اسسمنت للريسبونس، لو ما حصلش جود ريسبونس يعني لقيت اللوس مثلا نص كيلو في كل 24 ساعه، ممكن اعمل دبلنج للدوز، بدل 80 بخليهم 160. الزياده دي بعملها كل ما بين يوم ليومين او 3 ايام، مش اقل من كده. بيكون عندي الدوز الماكسيمم بتاعها 240 مللي جرام، والتوتال ديلي دوز ماكسيمم بتاعها 600 مللي جرام. طيب لو وصلت للماكسيمم دوز بتاعت الفروسامايد والريسبونس از نوت اوبتيمال، في عندي بدائل. واحد منهم ان انا ادي اي في فروسامايد عشان اتعب على مساله المال ابسوربشن اللي قلنا عليها. الحاجه الثانيه ممكن اضيف معاه اورال سايزايد ثيوريتيك، هيدروكلوروسايزايد او غيره. طبعا بيبقى عندي تو دايوريتكس وركينج ات ديفرنت بليسز في النفرون، الريسبونس بيكون افضل. الحاجه الاخيره ممكن ادي بولس من الهيومن البوم، احنا قلنا ان اللوب دايوريتكس زي الفوسامايد نيد ذا البوم تو دو اتس ورك، لانها كانت على الالبوم. فبدي فور اكزامبل 1 اور 2 بوتلز، هيبقى حوالي 100 ام ال من الهيومن البوم، و فولد باي دايوريتك اللازكس هنا اي في، وبيديني جود ريسبونس. بقيه الجنرال ميزر تشمل حاجات مهم فيهم هنا، ان انا بدي نورمال بروتين انتيك. عاده المريض او اللي حواليه بيبقوا حاسين لما بتقول ان في لوس للبروتين في اليورين، طب ندي بروتين اكتر نعوض اللي جسمه خسره. طبعا ده يوزلس لسبب ان هو ات ويل بي لوست ان يورين، ووجدوا انه ات ايفن كان بي هارمفول، يبقى في سورت اوف هايبر فلتريشن وده اجريفيت، وكان انديوز وات از كولد جلوميرولو اسكلوروزس، تليف في الجلوميرولاي، وكان انديوز رينال امبيرمنت. الحاجه اللي بعد كده مهمه تو افويد البرولونجد بيد ريست. ايه الفكره هنا؟ احنا قلنا في تندنسي تو ثرومب امبوليزم، تكوين جلطات عند المريض، ما خلوش طول الوقت انام في السرير، والا مع الاستجنيشن اوف ذا بلاد التندنسي تو ديفن ثرومبوزس ويل بي انكريزد اند كان هاف بالمونري امبوليزم كمان. فبقول لا ما تنامش طول الوقت انام في السرير، لازم في حركه عشان اتجنب المساله دي. اللي بعد كده ريليتد له اللونج تيرم اند بروفيلاكتيك انتي كوجوليشن، قلنا في تندنسي بتوصل 8 اضعاف النورمال تو هاف ديفن ثرومبوزس وامبوليزم. القاعده هنا اللي عليها شبه اتفاق، وبناكد هنا ان هو كومن براكتس، بيقال ان لغايه دلوقتي ما في جايد لاينز محدده في المنطقه دي، ولكن في شبه اتفاق ما بين الاطباء الكلى ان امتى يدي انتي كواجلانت. عاده بيدي هيبارين في الاول، او البديل بتاعه اللي هو لونج اكتنج هيبارين الكليكسان فور اكزامبل، وبعدين فولود باي الورفارين في اوقات معينه. لو السيرم البومين اقل من 20 جرام بير لتر، وطبعا لو البروتونوريا في النفروتيك رينج. طبعا هنا الرقم 20 ده اتحط كاختياري، ولكن كميجر او كماركر ان في سيفير نفروتيك سندروم، وبالتالي في لايبيليتي تو هاف ثرومب امبوليزم. طبيعي ان لو طلع الرينال بايوبسي ديتكتنج ميمبرانس نفروباسي، لان بيبقى الانسيدنس اوف ثرومب امبوليزم في الميمبرانس نفروباسي از فيري هاي. طبيعي ان القرار بتاع الانتوكوجوليشن طبيعي، خاصه في غياب الديفينيت جايد لاينز، بيبقى كيس باي كيس، بحدد لكل مريض، ويجب التنسيق مع المريض لو هيحتاج رينال بايوبسي. ممكن اعمل سام بوستبوننج للانتوكوجوليشن على اساس ان ات ويل بي سورت اوف كونترا انديكيشن، ما اقدرش المريض يتعمل له رينال بايوبسي وهو اندر انتيكواجلانت، وبالتالي اللايبيليتي تو بليدنج هتبقى موجوده، فدي بتحتاج نوع من التنسيق مع النفرولوجيست اللي بيتعامل مع المريض في الظروف دي. الحاجه اللي بعد كده وان كومبليكيشن معروفه، نيوموكوكال انفكشن، احنا اللي فيه تندنسي تو انفكشن از هاي، وبالتالي المريض النفروتيك سندروم بيحتاج يديله نيوموكوكال فاكسين بروفلاكسيس فور ذيس انفكشن. هنا في بيبقى في سؤال بيرد دايما، هل المريض ده اديله لونج تيرم انتي بايوتيك كنوع من البروفلاكسيس؟ طبعا وجدوا ان ده ممكن كان جنريت ريزيستنت بكتيريا، فبيفضل ايرلي ديتكشن اوف اني انفكشن انتريتد از سون از بوسيبل.
التريتمنت للهايبر كوليستيروليميا از فيري امبورتنت، لان قلنا في تندنسي تو هاف اثيروس كلوروزس على اللونج ران، بنحط عاده استاتين تو ريديوس باك تو نورمال. بنيجي لشيء مهم جدا، هي الاي سي انهبيتورز والانجيوتنسين 2 ريسبتور انتاجونست انديكيتد كانتي بروتونوريك بروبريتيز. الدور بتاعها هنا مش كانت هايبر تنسيف، ولكن تو ديكريز البروتونوريا. الفكره بتاع ديكريز البروتونوريا ان الدراجز ديت بتعمل لنا دايلاتيشن في الافرنت ارتريول اللي هو درينينج البلاد من الجلوميرولس زي ما قلنا في البدايه، وبالتالي بتعمل لورنج للفلتريشن بريشر، وبالتالي بتعمل لي ديكريز في الاماونت اوف البومين ويتش از لوست ان يورين. ده اللي احنا قلناه باي لورنج الجلوميرول كابيلاري فلتريشن بريشر. مهم جدا مع الدرجز دي اعمل فولو اب للبلاد بريشر، لان في تندنسي سبيشالي في وجود دايوريتكس ان ممكن يحصل هايبوتنشن. فولو اب السيرم بوتاسيوم، لان لايبل بيكوز ات ويل انتاجونايز الالدوسترون نورمالي بريوزد باي رين انجيوتنسين سيستم، وبالتالي في تندنسي تو هايبر كاليميا. وفي نفس الوقت يشوط فولو اب الرينال فانكشن على اساس ان هي بتقلل ديكريز، بتعمل لي ديكريز في الفلتريشن ريت. الديكريز فلتريشن ريت بالاضافه للدايوريتكس اللي هو بيقلل البلاد فوليوم ات ذا سيم تايم، بوث اوف ذيم كان انتوز رينال امبيرمنت. مهم ان دي تبقى ديتكتد ايرلي، وبالتالي بعمل ريجولار فولو اب للكيدني فانكشن في استعمال في وجود الدراجز دي. الجنرال ميجرز اللي قلناها دي بتكون كافيه للتريتمنت اوف سكندري نفروتوكسندروم، نقصد بيه اللي هو نفروتوكسندروم سكندري تو سيستميك كوز زي الدايبيتس زي الامايلودوزس، بكتفي فيها بالجنرال ميجرز اكسبت وان ايتيولوجي اللي هو سيستميك لوبس اريثيماتوزس. ده لوحده رغم انه في سيستميك ديزيز معروف ودايجنوز بحتاج ان في رينال بايوبسي، لان سو ميني تايبس من الجلوميرولونيفريتس اسوشيتد معاه، والسبيسيفيك اميونو سبريشن في الحالات دي بيكون فيري افكتيف، وبالتالي ده الاكسبشن. لكن كل السكندري كوزس للنفروتوكس سندروم بكتفي فيها بالجنرال ميجرز اللي اتكلم عليها قبل كده. بعد كده هنتكلم على السبيسيفيك ميجرز فور برايمري جلوميرولو نفرايتس. في البدايه في الجزء الاول اتكلمنا وقلنا ان في اربع تايبز من الجلوميرولو نفرايتس بريزنت از نفروتوكس سندروم، و most of the time احنا هنحتاج رينال بايوبسي to detect what type of glomerulonephritis present، لان التريتمنت بيكون فيه ديفرنس فيها. هنتكلم على كل واحد منهم ببعض التفصيل واللاين اوف تريتمنت اللي هيستعمل فيه. ابتدينا باول حاجه اللي بنقول المينيمالي تشينج نفروباسي. مينيمالي تشينج يعني معناه ان باقي التغيرات بسيطه لما بعمل رينال بايوبسي للمريض ده، اذا عملتها، لان بالتحديد من التشينج في الاطفال ما بعملش فيه لانه الموست كومون كوز. فبنجد ان في المينيمال تشينج ديزيز هو موجود ات اول ايجز بات موستلي ان تشيلدرن، موست كيسز ان تشيلدرن ار ديو تو مينيمال تشينج ديزيز او نفروباسي. 25% من الحالات بتحصل في الادلت. الباثوجينيسيس بتاعه بيقال انه عباره عن ريفرسابل ديسفانكشن للبودوسايتس. الديسفانكشن اللي هتبقى قلنا اللي هي اللوس من النيجاتيف تشارجز اللي بتحصل في الحالات دي، وبالتالي بيحصل لوس من البومين. مميز ان لو ما بعمل رينال بايوبسي للحالات دي وجدوا ان في اللايت مايكروسكوبي، انا طبعا اي رينال بايوبسي بتتفحص بثلاث طرق، باللايت مايكروسكوبي الميكروسكوب العادي بيتعمل صبغه وبيتعمل اميونو فلورسنس واكزام سبيشال اكزام لها، وبيتعمل الكترون مايكروسكوبي اكزامينيشن. دي الثلاث حاجات اللي بتعمل على اي رينال بايوبسي. فهنا بجد على اللايت مايكروسكوبي بجد ان الجلوميرولاي ابير نورمال، لكن لو عملت الكترون مايكروسكوبي اكزام بجد ان فيه فيوجن اوف ذا بودوسايت فود بروسيس اللي بيقول عليه افيسمنت. الشيء المميز فيه المينيمال تشينج نفروباسي ان هو does not progress ل chronic kidney disease. prognosis mostly it's good. هنوضح ده اكتر بالنسبه لموضوع الافيسمنت بعد شويه بسيطه. هي ما بين علاقه ما بين المينيمال تشينج نفروباسي وديزيز تاني بيعمل نفروتوكس سندروم اللي هو الفوكل
سيجمنتال جلوميرولوسكليروزس هنتكلم عليه بعد شويه. اثنين يمثلوا سبيكترم اوف وان ديزيز بوث اوف ذيم افكتنج البودوسايتس، عشان كده بوصفهم اقول ايه بيعملوا بودو سايتوباسيز تشينج في البودوسايتس بتاعت الموجوده في الجلوميرولاي. ده اللي احنا اتكلمنا عليه. ده مقطع متاخد فيه حالات الاول دي النورمال اللي اتكلمنا عليه قبل كده، كابيلاري وول، البيزمنت ميمبرين، من داخل الاندوثيليوم ومن خارج البودوسايتس، واضحه كبيره ظاهره ما فيش مشاكل، دي النورمال، وما بينها الفتحات اللي اتكلمنا عليها والسليت دايفرام، كل الكلام ده موجود. بينما حالات المينيمال تشينج نفروباسي بجد ايه؟ بجد ان هنا لا، البودوسايتس هنا نوت ذات كلير، زي ما يكون امبيوتيتد، زي ما يكون كات، وفي فيوجن لها مع بعضيها، تكاد تكون زي ما يكون بقت ممبرين بدل ما تبقى سيبريت بودوسايتس. اللي بقول عليه ايه؟ افيسمنت. افيسمنت بتعني بالتحديد زي ما يكون في نوع من الازاله لشيء، شيء كان بارز، لا انا سطح له، خليته مسطح. الدمج اللي بيحصل ما بينهم ده اللي بقول عليه الافيسمنت. هنشوف ده في صوره ثانيه هنا اوضح. ديت الالكترون ميكروسكوبي لنورمال جلوميرولس. شوف البودوسايتس اللي انا بشاور عليها دي واضحه كلير، بين اصابع كده ظهر. بص تحت هنا، ديت حاله المينيمال تشينج نفروباسي، البودوسايتس فيوزد مع بعضها، مش نفس ذات الكلير. طبعا هنا معمول دياجراماتيكالي عشان يوضح اكتر. البودوسايتس هنا في النورمال والابرنت ظهر ايت والفتحات ما بينها وكل شيء تمام. لو بصيت هنا تحت في حالات المينيمال تشينج ديزيز بقت لوست، بقت فيوز، عامله كتله واحده، ماس واحده، اللي انا بقول عليه افيسمنت، تم ازاله لها وتحولت لشيء مندمج مع بعضه. طبعا مع اللي بيحصل ده هيبقى في لوست النيجاتيف تشارجز بالكامل، هيبقى وبالتالي الباسج اوف البوين مفتوح. طبعا الميزه في الظروف دي ان كون ريفرسابل تشينج، الانفلاميشن اللي موجوده ريسبوند فيري جود تو ذا كورتيكوسترويد، ده اللي هنتكلم عليه بعد شويه. المينيمال تشينج ديزيز نفسه له بس ديفرنت ايتيولوجي، الموست كيسز بتكون ايديوباسك، الكوز نوت نون، لكن اسوشيتد وذ سام فاكتورز، زي منها ايه؟ منها الدراجز زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتري، الانترفيرون الفا، الانتوبيوتكس زي الامبسيلين وزي الريفامبسين والسيفالوسبورينز، البنسلامين، السلفاسالازين، اسوشيتد بالسام نيوبلازم زي الهوجيكن ليمفوما في حالات الليكوميا، اسوشيتد ويز الرجي. طبعا كل اللي انا بقوله ده بنقول عليه ان هو اسوشيشنز نوت كوزال فاكتور. لاحظوا بس ان في نوع من الارتباط ما بينها، لكن ما فيش ديفينيت ايفيدنس بيقول ان دي كوست فاكتور، عشان كده ستيل بقول ان دي ايديوباسيك، اللي هي عاده بتطلق على ديزيز ويز اوت نون كوز. هنتكلم على التريتمنت بتاع المينيمال تشينج ديزيز. بجد ان الجلوكوكورتيكويدز ليدز تو كومبليت ريميشن اوف بروتونوريا ان اوفر 85 to 90% اوف كيسز ان ادلت اند ان تشيلدرن، بيحصل كيور للبروتونوريا، اللوس اوف بروتين في اليورين ده بيتوقف مع الكورتيكوسترويدز، سواء كنا تريتمنت للتشايلد او الادلت، مع فارق ان التشيلدرن ريسبوند رابيدلي 50% ريسبوند within 2 ويكس و all of them respond within 8 ويكس، بعكس الادلت. الادلت بيتاخروا شويه، بجد ان هو ريسبونس سلولي، 25% بس ريسبوندنج ان 4 مانس او اكتر، عشان يحصل لكمبليت ريزوليوشن بياخد وقت اكتر من الاطفال. المشكلة هنا بالنسبة للأدلت إن من 50 ل 75% من الجلوكوكورتيكويد ريسبونسيف بيشنت بيحصل لهم ريلابس، بيحصل بروتونوريا تاني بعد ما بتوقف عن الاسترويد، وبتحول حالة بقول عليها ستيرويد ديبندنس. معناها هنا إن المريض بيحتاج إنه يستمر انديفينيتلي على الاسترويدز عشان البروتونوريا تختفي، عشان كده بقول عليه ستيرويد ديبندنت. طبعا ده في مشاكل كتيره مع السايد افكت بتاعه الاسترويدز، وده بيحصل في حوالي 30% من الادلت. الاول يبتدي يديني ريسبونس على الاسترويدز، بس اي وقت اوقفها يظهر البروتونوريا تاني، عشان كده بقول عليه سترويد ديبندنت.
طيب لو عندي مريض بالوصف ده اللي هو الاسترويد ديبندنت، في الحاله دي بيبقى عندي كذا احتمال، ممكن تو ريستارت كورتيكوسترويد تاني، بدأ انذر كورس. طيب لو في بعض المرضى بيحصل ريلابس هوايل ان بريدنسولون، انا ابتديت بريدنسولون مريض استجاب وبعدين بلاقي ان يحصل ريلابس وهو لسه على البريدنسولون ما وقفتوش، ده بحتاج اضيف اميونوسبريسان تاني زي السايكوفوساميد زي السايكوسبورين او مونوكلونال انتي بودي الروتوكسيماب. الديزيز الثاني اللي بيعمل برايمري جلوميرولونفرايتس ومنه نفروتوك سندروم اللي هو الفوكال سيجمنتال جلوميرولو سكليروزس، هو طبعا ده بيحتاج بعض شرح للاسم نفسه. كلمة فوكال تعني ان سام جلوميرولاي افكتد نوت اول اوف ذا جلوميرولاي ان ذا كيدني. طب سيجمنتال معناها ان بارت اوف ذا جلوميرولاس از افكتد نوت ذا هول جلوميرولاس. طب سكليروزس، سكليروزس بتعني حرفيا سكار ندبه، واحنا عارفين ان كلمه ندبه او سكار تعني فايبروزس، معناها ان جزء من الجلوميرولاس بيتحول من الخلايا اللي هي بتقوم الوظيفه لفايبرس تشو اللي هو doesn't induce او doesn't produce the usual function of the glomerulus. ده معنى كلمه فوجل segmental glomerulo sclerosis. بقى عندي في نوعين منه، برايمري فوكال سيجمنتال جلوميرولوس كلوروزس وده بيحصل في كل الاعمار لكنه خاص فيري كومن في الافريكان بيشنتس. في مشكله هنا، احنا قلنا ان ده فوكال جلوميرولو سكليروزس، في بعض مناطق من الكدني بيكون افكتد والاذرز نورمال، بحتاج اخد مالتيبل سامبلز في الرينال بايوبسي لان ممكن لو خدت 1 اور 2 سامبلز كنت تصادف ان خدتها من النورمال اريز وبالتالي اطلع الريبورت بتاعي بيقول ان نو تشينج لان خدتها من النورمال اريا اوف ذا كدني، وده اللي بيعمل لي التشابه ما بينه وما بين المينيمال تشينج ديزيز. المينيمال تشينج ديزيز برضه البايوبسي بتاعته في اللايت مايكروسكوبي بيقول له نو تشينج، وبالتالي الحل بتاع دي ان انا باخد مالتيبل سامبلز في الرينال بايوبسي بحيث يبقى فيه فرصه ان انا اجد الافكتد ارياز في البايوبسي بتاعتي. في الفوكال سيجمنتال جلوميرولوس كلوروزس بنجد ان في فرصه بروجريشن لكرونيك كيدني ديزيز. ده شكل بلاحظ هنا حاجتين، عندي هنا رينال بايوبسي، عندي هنا جلوميرولوس كومبليتلي نورمال بينما اللي جنبيها افكتد، ده معنى ان هي فوكال نوت ذا هول كيدنيز افكتد. حاجه ثانيه بجد ان بارت اوف ذا جلوميرولس نفسها از افكتد والريست نورمال، دي معنى ان هي سيجمنتال بارت اوف سيجمنت من الجلوميرولس افكتد. دي نفس العينه على الهاي باور الافكتد جلوميرولس زي ما احنا قلنا بارت اوف ات او سيجمنت اوف ات از افكتد، السكليروزس او الفايبروزس اللي موجود باللون الاحمر في الجزء ده اللي اتكلمنا عليه ده البرايمري. في عندي السكندري فوكال سيجمنتال جلوميرولوس كلوروزس، معنى سكندري ان عندي اندرلاينج ديزيز الاتش اي في مع الموربيد اوبيزيتي او الكرونيك هايبرتنشن كان انديوس سكندري فوكال جلوميرولوس كلوروزس. وعاده اللي فيه سكندري كوزس بيكون البريزنتيشن مودريت عن البرايمري. طيب بالنسبه للتريتمنت، لو برايمري طيب بندي كورتيكوسترويدز في ريسبونس 40 تو 60% بيحصل فيهم ريميشن، بحتاج التريتمنت فروم 6 مانث تو مور ذان 1 يير. ببتدي ببريدنسولون 1 ملغ بير كي جي بير داي، وبعدين بعد حوالي 12 ويكس بعمل ريدكشن للدوز ومينتننس اب تو 1 يير. البيشنت اللي عنده مشكله بالنسبه للكورتيكوسترويد زي البيشنت الدايبيتيك لانه طبعا بيرفع البلاد شوجر، البيشنت الاوبيز لانه بيزود الاوبيزيتي، البيشنت اللي عنده سيفير اوستيوبروزس طبعا ده بيبقى اجريفيتد للكورتيكوسترويد، بستبدل الاسترويد بدراج ثاني كالسيوم يورين انهبيتورز، الامثله بتاعتها السايكلوسبورين والتاكروليماس سواء لوحديها او مع سمول دوز من الكورتيكوسترويدز. هو نفسه الفوكال سيجمنتال جلوميرولوس كلوروزس
بيحصل له ريميشن اند ريلابس، بيحصل ريكرنس في 30% اوف ذا بيشنت. بالنسبه للسكندري فوكال سيجمنت الجلوميروسكلروزس اللي هو فيه سبب واضح زي اللي قلناه زي الاتش اي في وغيره، نو رول فور ذا الاميونو سبريشن، بكتفي بالتريتمنت اوف ذا اندرلاينج كوز. بالاضافه للبرايمري تريتمنت اللي قلنا عليها زي الاي سي انهبيتورز والاي سي بلوكرز والدايوريتكس والسولت ريستريكشن، الفاكتورز او الاليمنتس اللي اتكلمنا عليها في بدايه المحاضره من الليله دي. النوع الثالث من الجلومرولونفرايتس اللي بيعمل نفروك سندروم اللي هو بنقول عليه ميمبرنس نفروباسي. ايه موضوع الميمبرنس نفروباسي ده؟ طبعا كلمه ميمبرنس جايه من البيزمنت ميمبرين بتاع الكابيلاري. بنقول انه عباره عن ده الموست كومن كوز اوف نفروتك سندروم في الكوكيزيان ادلت. الباثوجينيسيس بتاعه عباره عن انتي بوديز، هي اسينشالي اوتو انتي بوديز، بنعتبره من اوتو اميون ديزيزز دايركتد اجينست انتيجين. الانتيجين ده موجود في البودوسايتس، هنقوله دلوقتي بالتحديد لانه ريليتد له تيست للدايجنوزس والفولو اب. بنقسمه لنوعين اثنين، برايمري او ايديوباثيك، وفي سكندري. السكندري ده ريليتد لحاجات دراجز زي البنسلامين، زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، الهيفي ميتالز، الهيباتيتس بي فيروس، المالجنسي، واللوبس ريسوماتوزس. ايه البروجنوزس بتاع الممبرس نفروباسي؟ وان سيرد بيحصل لهم سبونتينيوس ريميشن، وان سيرد بيتنوا في نفروتك سندروم، وان سيرد بيحصل له بروجريشن لكرونيك كيدني ديزيز. ده ملخص للسكندري كوزس الممبرنس نفروباسي، وشايفين هي مجموعه كبيره. حاجات منها الاوتو اميون ديزيز زي السيستموك لوبس اريسيماتوزس كان بريزنت ان ذيس واي، روماتويد ارثرايتس، انفكشن سو ماني، الهيباتيتس بي، الهيباتيتس سي، شيستوسومياسيس، دراجز زي اللي قلنا عليها، المالجنسي. ده الشكل اللي هو بيوضح الباثوجينيسيس. عندي هنا واخد مقطع في الكابيلاري في الجلوميرولاس، دي البودوسايتس اللي هي باللون الاخضر ده، بتيجي الانتي بوديز اللي هي اجينست البودوسايتس ويحصل لها بريسيبتيشن على البيزمنت تمبرين من الخارج، بتعمل له ثيكننج في البيزمنت تمبرين. ده اللي هنلاحظه بعد كده الاميون كومبلكسز ده. طبعا الاميون كومبلكس بقصد بيها ان في انتي بودي وانتيجين، الانتيجين هنا بيكون موجود في السيرفيس بتاع البودوسايتس. الكومبينيشن ده بقول عليه اميون كومبلكس اللي هو بيعمل لي بريسيبتيشن اندرلاينج البودوسايتس وامبيرنج اتس فانكشن. ده دي نورمال كابيلاري، وده اللي افكتد في الممبرنس جلوميرولونفرايتس. باللون الاسود ده احنا شايفين الانتي بودي كومبلكسز اللي هي ديبوزيتد اندر البودوسايتس. هنلاحظ حاجه تانية برضو ان البودوسايتس ما عادش بالوضوح اللي كان بيه الافيسمنت اللي بنتكلم عنه بيبقى موجود فيها، وبالتالي اللوس اوف فانكشن. ده مايكروسكوبي لي عندي جلوميرولاس في النورمال، بجد ان الكابيلاري وول سن كابيلاري وول، بينما لو جيت هنا في الممبرانس نفروباسي قارن هنا الكابيلاري وول سن وهنا بيبقى سك بيزمنت ممبرين وكابيلاري وول. ده المميز له في الممبرانس جلوميرولوباسي. بنيجي بقى احنا قلنا ان في انتي بودي اوتو اميون ديزيز اجينست انتيجين موجود في البودوسايتس، اسمه ايه ده؟ اسمه فوسفو لايبيز اي 2 ريسبتور. ده عباره عن ريسبتور موجود على السيرفيس بتاع البودوسايتس. الفوسفو لايبيز اي 2 ريسبتور از ا سيل سيرفيس ترانس ممبرين ريسبتور اكسبريسد في السيرفيس اوف بودوسايتس. 70% اوف بيشنت ويز ايديوباثيك ممبرين نفروباسي هاف اوتو انتيبوديز دايركتد اجينست الفوسفولايبيز اي 2 ريسبتور. ليفل اوف ذيس انتي بودي هاف سترونج كورليشن مع الكلينيكال ديزيز اكتيفيتي، وبالتالي هيلب ان مونيتورنج ديزيز اكتيفيتي والريسبونس تريتمنت.
الحاجة التانية absence of these antibodies suggest secondary cause for the membranous nephropathy. معناه ده ايه؟ الريسبتور ده بارت من البودوسايتس وفي انتي بوديز اجينست ذيس ريسبتور. الليفل بتاعها اوف ذا بلاد انديكيتس بريزنس اوف ايديوباثيك ممبرنس نفروباسي. لو عندي حاله دايجنوز الممبرنس نفروباسي وزود الانتي بودي ده بريزنت، بقول في التالي ان في سكندري كوز قد يكون مالجنسي فور اكزامبل او اي من السكندري كوز اللي اتكلمنا عليها. الحاجه الثانيه ان في سترونج ريليشن، في علاقه ما بين الليفل اوف ذيس انتي بودي ان ذا بلاد اند ذا ديزيز اكتيفيتي. ومع التريتمنت لما بتقل السيفيريتي اوف ذا ديزيز بيقل الليفل اوف ذا انتي بودي، وبالتالي كان بي تو هيلب از ا مونيتور A marker for the diagnosis of idiopathic membranous nephropathy a marker of the response to the treatment at the same time. ولاحظوا ان طبيعي ان الليفل بيقل even قبل ال decrease من البروتونوريا. الليفل of the antibodies auto antibodies في ال blood بيقل in response to the treatment and steroids وغيرها، وبالتالي بيديني جود ماركر للبروجنوزس اوف ذا بيشنت. حاجه ثانيه وجدوا انها مهمه جدا ان افتر تريتمنت البيشنت اللي بيتنوا او بيتحول ليبقى بي ال اي 2 ار نيجاتيف 50% منهم بيحصل لهم ريكرنس افتر 5 years، بينما لو كان الانتيبودي موجود او البيشنت بوزيتيف له بيحصل ريكرنس في خلال سنتين. يعني اذا كان هيلب ويز ديتكشن اوف ذا بوسيبل بروجنوزس فور ذا بيشنت، هل بيحصل ريكرنس او لا. بالنسبه للتريتمنت اوف ممبرس نفروباسي بيعتمد على ستيجنج للسيفيريتي اوف ذا ديزيز. فبجد عندي ان في ديفرنت كاتيجوريز. الأولانية اللي هي بقول عليها إنها لو ريسك جروب، إيه من مميزاتها؟ إن بيكون البروتونوريا فيها أقل من 4 جرام بير داي، والكرياتينين نورمال فور 6 مانس. في الحالة دي بتوقع أقل من 8% كان باستو كرونيك كيدني ديزيز، وبكتفي بال الجنرال ميجرز اللي قلنا عليها في البداية زي الإس إن هيبيتورز وغيرها، وما بديش أمينو سبريسنت دراجز. بنيجي بعد كده عندنا في جروب تانية بنعتبر انها في مودريت ريسك. ايه مميزاتها؟ ان بيكون فيها البروتين نوريا ما بين 4 و8 جرام بير 24 اور ونورمال او نير نورمال كرياتينين. بس يعني اذا زي المايلد ريسك او اللو ريسك، لكن الليفل اوف بروتونوريا اعلى. دي 50% منها بباستو كرونيك كيدني ديزيز. بقسمها لمجموعتين تاني، لو البروتونوريا اقل من 4 جرام بعد ما بدي الكونسرفاتيف ميجرز بتاعتي اللي هي قلناها زي الوسولت والدايوريتيك والاس انهيبيتورز او بلوكرز، لو استمر على نفس الحال والبروتونوريا اقل من 4 جرام ما بديش امينو سبريشن. طيب لو بعد 6 اشهر ولقيت ان الليفل من 4 ل 6 جرام البيشنت ده بدي امينو سبريسنت دراجز زي اللي هتكلم عليها دلوقتي. الهاي ريسك جروب اللي هي فيها من البدايه الهاي ريسك جروب بقت فيها ان البروتونوريا اكتر من 8 جرام وبرزيستنت فور مور ذان 3 مانس مع الكونسرفاتيف تريتمنت اللي هي الاس انهيبيتورز وغيرها، ويصاحبها رينال امبيرمنت او على اي ليفل لو في رينال امبيرمنت انا بعتبر دي هاي ريسك جروب، لان 75% من الحالات دي بتبسطوا كرونيك كيدني ديزيز، وبعتبر ان دي هاي ريسك جروب وهحتاج ان ندي فيها اميونو سبريسف دراجز. الاميونو سبريسف دراجز اللي انا بستعملها بتشمل جلوكوكورتيكويدز وبضيف معاها سايكلوفوسفامايد. الكالسيوم يورين انهيبيتورز زي السايكلوسبورين او التاكروليماس از يوزد لو في عندي كونترا انديكيشن للسايكلوفوسفامايد. الريتوكسوماب اللي هو مونوكلونال انتي بودي بيستعمل
في الحالات اللي فيها فيلير او نو ريسبونس للسايكلوفوسفامايد او الكالسيوم يورين انهبيتور ثيرابي. ده الكلام ده كله بالنسبه للبرايمري ميمبرانس نفروباسي. بالنسبه للسكندري النفروباسي بنجد ان بتختلف على حسب الايتيولوجي، وممكن الكومبينيشن من الكورتيكوستيرويدز والامنوسابرسيب ايجنت كان بي افكتيف سبيشالي في حالات اللوبس نفرايتس. السبب الاخير للبرايمري نفروتوك سندروم اللي هو بنقول عليه الممبرينو بروليفراتيف جلوميرو نفرايتس، هو الحقيقه له اسمين، ميزانجيو كابيلاري جلوميرو نفرايتس او ممبرينو بروليفراتيف جلوميرو نفرايتس. ده عباره عن بيقول انه باترن اوف انجري characterized by increase في الميزانجيال سيلولاريتي مع سيكنينج في الجلوميرولار كابيلاري وولز، وبريزنت عادة ويز بروتونوريا اند في هيماتوريا كمان في بلاد في اليورين. ده بيحتاج نفسر، احنا قلنا ميزانجي وكابيلاري، ايه الميزانجيوم ده؟ دايجرام للجلوميرولاس، الكابيلاريز موجوده ان بتوين في سيلز دي اللي بنقول عليها ميزانجيال سيلز، ده الميزانجيوم اللي بيحصل انكريز في السايز بتاعه اوف النمبر اوف سيلز في حالات الميزانجيو كابيلاري جلوميرونفرايتس. زي ما في الصوره دي انا عندي النورمال جلوميرولاس بجد الكابيلاري وولز سن، وبجد ان السيلز نمبر از سمول. حالات الميزانجيو كابيلاري جلوميرونفرايتس هنا على عكس بجد ان الكابيلاري وول از سيك، عشان كده براي ممبرينو بروليفراتيف جلوميرونفرايتس، والميزانجيوم او الميزانجيال سيلز نمبر از انكريزد، عشان كده بقول عليه الميزانجيو كابيلاري جلوميرو نفرايتس. عندي برضو في تو تايبس او تو ايتيولوجي للممبرينو بروليفراتيف جلوميرو نفرايتس. الاول منه بقول عليه اميون كومبلكس ميديتد ممبرينو بروليفراتيف جلوميرو نفرايتس، ده مرتبط بكرونيك انفكشن ان جنرال زي الكورونا هيباتيتس بي او سي والاوتو اميون ديزيز والمونوكلونال جاما بوسي. الحالات دي كلها بتبقى اسوشيتد فيها برودكشن اوف انتي بوديز. بارتم الكومبليكيشن للانتي بوديز دي بريسبتيشن ان ذا جلوميرولاي اوف ذا كيدني انديوزنج الممبرينو بروليفراتيف جلوميرونفرايتس اللي بنتكلم عليه، عشان كده عليها اميون كومبلكس ميديتد جلوميرونفرايتس. النوع الثاني اللي بيقول عليه كومبلمنت ميديتد ممبرينو بروليفراتيف جلوميرونفرايتس، وده بيبقى فيه بريسبتيشن للكومبلمنت في الجلوميرولاي ومرتبط بانهيريتد واكوايرد ابنورماليتيز في الكومبلمنت باس واي. دي الانواع بتاع اللي هي او الكوزز بتاع الاميون كومبلكس ممبرينو بروليفراتيف جلوميرونفرايتس. طبعا كذا كاتيجوري، انفكشن زي ما قلناهم، اوتو اميون ديزيز زي السيستميك لوبس وزي الميكسد كرايو جلوبلونيميا، المونوكلونال اميونوجلوبلين زي المونوكلوبلين الجاموباسي والمالتيبل مايلوما اللوكيميا الليمفوما. بالنسبه للتريتمنت الطيب اللي هو اسوشيتد اميون كومبلكس بيحصل له ريزوليوشن بعد تريتمنت اوف ذا اندرلاينج كوز، مع ملاحظه حتى شيء اهم ان الاميونو سبريسيف ثيرابي زي الاسترويد والسايكلوفوسفامايد كان بي هارمفول واجريفيت الاندرلاين كوز زي في الهيباتيتس سي والهيباتيتس بي. وبالتالي بجد ان في الديوباسيك اميون كومبلكس ممبرينو بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس انا بكتفي بالاس انهيبيتورز او ريسبتور بلوكرز. الحالات السبير ممكن بتدي فيه اميونو سبريسيف ثيرابي بريدنيسولون سايكلوفوسفامايد او ريتوكسيماب، طبعا مع الملاحظه اللي قلناها لو الاندرلاين كوز تريتابل زي الهيباتيتس بي او سي اتش بي تريتد فيرست. في حالات الكومبلمنت ميديتد ممبرينو بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس الكورتيكوسترويد شوينج بول ريسبونس، ومعظم الحالات دي باستو اند ستيج رينال ديزيز، معناها هنحتاج رينال ريبليسمنت ثيرابي، يمكن ده الموست سيفير في المجموعه اللي اتكلمنا عليها.
ده بيختم مناقشتنا للجزء الثاني من المحاضرة عن النيفروتك سندروم. طبعا الموضوع كبير، في ديتيلز كتيرة، مش بالضرورة أن تحفظ كل الأسماء وتعرف كل التفاصيل، ولكن الخطوط العامة اللي هي تناسب المرحلة الدراسية اللي أنت فيها، وما يكفي أنك لو في تعرضت للمريض من الحالة دي تعرف at least the best way for diagnosis. Most of the cases اللي هتحتاج renal biopsy أو غيرها handled by nephrologists, not just by any general practitioner or medical specialist. أرجو أن الشرح يكون واضح. إذا وجدت المحاضرة مفيدة ما تنساش شيرينج الأذر كوليكس. إذا ما كنتش قمت بالاشتراك في القناة حتى الآن ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، بتوصلك تنبيهات للمحاضرات القادمة إن شاء الله. شكرا لاهتمامكم، أرجو أن أنا أشوفكم على خير في المحاضرات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.